صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 39 لسنة 2024 بتعيين مدير في مؤسسة التنظيم العقاري وذلك بناء على عرض رئيس مجلس, مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري جاء فيه يعين السيد سعود أحمد عبد العزيز الخياط مديرا لإدارة المعلومات والتطوير العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري